Viva Gandhi. القائد جوزيف ولين. القائد كريم خطاب. شايفين ده بيقول بكره ده ما يعرفكش حضرتك انت اللي موزين اتحجز عليها علشان تبقى عارف بس دي مش بتاعتي دي بتاعت جوني كمان مش لو عملت المنظر للموزين ودخل للموزين طلعت سالفها شايف ان موضوع التبرع ده يتساب لغايه لما يقعد هو مع القائد مينا جمال وخلينا احنا نشوف برنامج اليوم بتاعنا ماشي ازاي ونحاول بقى ان احنا ننسى ان احنا معانا حد تاني في الاستوديو بالظبط ده كلام مهم. طب احنا جالنا استيقاظ الساعه 7 الصبح وحصل تفتيش ولاب لبس الزي الرسمي مظبوط يا شيخ ستيفي الكلام ده؟ ده بالفعل حصل ونحب نشكر القائده نتالي شيخاني قائده اليوم. في حاجه بيبقى اسمها قائده اليوم يا حزلقوم علشان تبقى فاهم ده بيبقى شخص مسؤول ان هو البرنامج بتاع اليوم يمشي حسب الساعه وان كل البرامج والفقرات تتعمل ومفيش اي حاجه نضحي بيها طبعا مع الاخذ باعتبار مزاج الافراد وسعادتهم وان هم يبقوا طبعا مبسوطين معانا في المؤسسه.
فنشكر شفتان نتالي شكاني على المجهود المبذول. وفعلا يا شيخ كريم الساعة 8:30 كان كل المجموعات لابسة الزي الرسمي وبالجمع هنا قدام سائر العلم علشان يرفعوا علم الجمهورية في أرض المعسكر لأول مرة. طب كنت عايز أقول حاجة إن شاء الله. أنا سمعت كده وأنا جاي السكة. هتشتري الجمهورية؟ مين؟ هتشتري الجمهورية؟ لا يا عم أنا ما بحبش الكلام في السياسة بصراحة. بصوا أنا إن شاء الله إن شاء الله وأنا جاي سمعت كده إن أنتوا عملتوا استغفر الله العظيم وعملتوا أغنية. أنا مش عارف كان مين اللي عمال يسمعني بصراحة بس